لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلب ضرر وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ومن البدع المستحبة زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذه البدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري ما نصه: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال الحافظ في الفتح ما نصه: وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله أذانين يريد الأذان والإقامة، يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان، انتهى. ثم يقول: قوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة، انتهى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واجمع